انا دكتور حسام دبيان، انا اشعه في معهد الكبد القصر العيني. سب سبيشاليتي بتاعي، انا ممبر في مع التيم ليفر ترانسبلانت في دار الفؤاد شيخ زايد والمعهد عندنا. اوكي، احنا النهارده هنتكلم على الليفر ترانسبلانت. اوكي، الليفر ترانسبلانت دي شغل تيم وورك كامل، مش أشعة بس ولا جراحة بس ولا بطنة، لا احنا كلنا بيبقى فينا بطنة جراحة معمل. كويس، كل واحد فينا ليه دور، ودور قوي جدا. أشعة طبعا بما إن أنا واحد بعشق الراديو، فالأشعة دورها قوي جدا في الليفر ترانسبلانت. طيب احنا عندنا في الليفر ترانسبلانت عندنا بري اوبراتيف رول وانترا اوبراتيف رول وبوست اوبراتيف فولو اب. هنتكلم النهارده على البري اوبراتيف. البري اوبراتيف احنا عندنا اثنين، عندنا دونر وعندنا ريسيبيانت. الريسيبيانت هيبقى الجزء الخاص بيه بس، من ناحيتنا ان احنا بنقول بنبقى مع البطنه ان هو نقول ان العيان دوت هيزرع. اوكي، طيب لنا كريتيريا معينه، سيراتيك ما يبقاش عندنا فوك ليجنز اكتر من 5، وفي عندنا موديفايد برشلونه ممكن نتكلم عليها بعد كده. طيب هنتكلم بقى على الدور الاكبر، هو شغلنا مع الدونر. الدونر طيب احنا الدونر اول حاجه طبعا بيعدي بالتحاليل بتاعته كلها، خلاص اوكي ده اكسبتد بالنسبه لهم ككلينيكالي. نيجي نبدا الشغل معاه، يعمل اول حاجه سونار، اول بيبقى اول حاجه بنعملها له نعمل له الترا ساوند، نبص عليه. طبعا في الاول في السلكشن ما ينفعش نبقى الريسيبيانت عيان ضخم وجايبين له دونر بنته صغيره، فهي يعني باي ذا واي كده لازم يبقى اولموست قريبين من بعض في الجسم عشان نقدر نشوف هينفع ولا لا. السونار احنا بنعمله سونار عادي خالص، بنشوف الليفر بتاعنا هو برايت ولا لا. طبعا لو فاتي ليفر هو عنيف العيان ده بيبقى اكسكلود من الاول عشان الحكايه دي بقى مكلفه جدا. كويس، بنشوف عندنا في ساعات بتبقى يعني اكسيدنت ديسكفرد العيان دوت يبقى عندها مثلا الدونر عنده هيمانجيوما، عنده يكون اكتوال عند مثلا هو اسامبل هارزي الليفر، يبقى برده من الاول خالص ايه يطلع بره القصه. بص برده على البورتال فين نشوف هو نورمال يعني باي فوركيتد بورتال فين ولا تراي فوركيتد، لانه برده لو تراي فوركيتد بورتال فين ده بنكسكلود العيان من بدري عشان ساعات بنعمل له سي تي بس عشان يبقى يعني دوكيومنتد بالنسبه للعيان، لان كتير جدا من الريسيبيانت بيبقى جاي بالدونر رقم 15 يعني جاب 14 دونر وما نفعوش. اوكي، فيبقى عشان بس يبقى هو مرتاح فبنعمل له سي تي انجيو عشان نتاكد ده تراي فوركيتد بورتال فين ويبقى اكسكلود. مش كل الناس بتاكسكلود تراي فوركيتد، في دار الفؤاد تيم دار الفؤاد ما بيحبش يزرع تراي فوركيتد بورتال فين من دونر. خلاص ليه؟ هو تراي فوركيتد هم الثلاثه هيبقوا عاملين كده كويس، فلما نيجي نعمل ريسكشن هيبقى عندنا اثنين بورتال انستموز. طبعا كل ما الانستموز هتزيد فاسكولر او بيلياري كل ما الكومبليكيشنز بتاعتها هتبقى اعلى، فدار الفؤاد ما بيحبوش الحته ديت. عندنا في معهد الكبد حسام سليمان شغال في المنوفيه، لا حسام بيشتغل تراي فوركيت بورتال فين عادي، بيبقى فيها دكتور تاناكا كان بيبقى جاي من اليابان برده بيشتغل بورتال فين عادي تراي فوركيت، بس دي بيبقى محتاج ان هو يعمل اول بره يعمل جرافت عشان الانستموز والكلام ده كله. اوكي، اهم حاجه طبعا في الليفر ترانسبلانت هي الدونر، يعني الدونر سيفتي از ماست بالنسبه دي سواء في الليفر ترانسبلانت او الرينال ترانسبلانت. ما ينفعش يعني كتير بيبقى فيه عيانين، ودي بتبقى مشكله جامده جدا، ان احنا ساعات بتبقى مشكله من الجراحه او في الاشعه من الاول ان الدونر اتكتب له ان هو كويس. فلسه كان الاسبوع اللي فات كانت جايه لي دونر المفروض اخد لها بايوبسي، يعني هي عدت بكل حاجه وجايه بس هتاخد بيوكسي وتمشي. فببص عليها انا اكشن بحب ابص على عين تاني سونار قبل ما اعمل له اي حاجه، لقيت عندها اتروفيك يعني كيدني صغيره تانيه كويس فيسيولوجيك اللي هي باتروفايد. كلمت الجراحه قلت له في كذا، انتوا عارفين من الاول ولا لا؟ عارفين خلاص اوكي هبروسيد. قالوا لا استنى احنا يعني هنباص بون نعمل الاول ايزوتوب سكاننج الاول ونشوف فعلا طلعت دي اتروفيك مش شغاله تقريبا 5 او 10% والثانيه دي اكسكلودد، لان الدونر سيفتي ده واحد ما عندوش اي حاجه دخل هيدونيت ويخرج، ما ينفعش نعمل له ما ينفعش يبقى طالع بكارثه. اوكي،
طيب يبقى احنا عملنا اول حاجه السونار. السونار بس مجرد اللي هو بنشوف الدنيا شكلها عامل ازاي واوكي هنبروسيد بعد كده ولا لا. فكره ان هو ترايفي وكده بورتال فين دي بتبقى اكتر من اللي شغال سونار. يعني ان احنا نقدر إن وانا شغال ده ترايفوركيتد انهي تايب والكلام ده كله، ببص على الهيباتيك فينز اشوف هما الثلاثه. احنا عندنا دايما اللفت والميدل الاثنين بيفتحوا بفتحه واحده في الاي بي سي، اوكي، والرايت بيفتح لوحده في الاي بي سي. ببص في اكسسوري هيباتيك فينز ولا مفيش، ودي بنشوفها ازاي. ان انا ببقى جايب الثلاثه وبعمل بطلع لفوق تاني اشوف في اي حاجه داخله فوق الليفل دوت ولا لا، فده اسمه اكسسوري سوبيريور رايت هيباتيك فين. وانزل تاني لتحت لغايه الاي بي سي ما اخلصه خالص اللي هو الانتر هيباتيك بورشن، اشوف في اي برانش داخل جوه الاي بي سي فاعرف ان في اكسسوري رايت انفيريور. لما بتبقى في السونار بتبقى بس مجرد ان هي ايه اللي شغال عايز يشو، يعني بحب نشوف بس المنظر يعني، اوكي. طيب الهيباتيك ارتري لا طبعا مش هيبقى صعب قوي ان احنا نقول انا ده طالع من الميزنتيك من السوبير ميزنتريك ولا من السيلياك او طالع لوحده. خلاص الحاجة التانية اللي هيعملها، خلاص عملنا السونار ستاب 2 على طول هتبقى هنعمل له بقى فوليومتري. السي تي بتاعنا بيبقى تراي فيزيك سي تي بس هو موديفايد اكتر، ان احنا في تراي فيزيك احنا بناخد يعني وزاوت الاول بعد كده بناخد ارتيريال وفينس وبورتال وفينس، لا احنا بناخد ارتيريال بورتال وثلاثة أربعة فينس، يعني كام واحد ورا بعض، لأن فكرة الفوليومتري كلها قائمة على الهيباتيك فينز، فلازم بشوف اكتر فيز في دول، يعني اكتر واحد في دول باينه جدا وده اللي هشتغل عليه في الفوليومتري. اوكي بعد ما بنعمل السي تي بنعمل له ام ار. طب الام ار ده دونر ما عندوش اي مشكله، فهتلاقوا دايما تقرير الام ار نورمال ام ار سي بي بيبقى مكتوب فيه 1 دكت 2 دكت 3 دكت، بس ده التقرير بتاعنا. اوكي بنعمل له دولت الحاجتين السي تي والام ار، بعد كده خلاص اكسبتد، خلاص بنخش بعد كده في البايوبسي. احنا طبعا قلنا ان الدونر سيفتي از ماست، اتكلمنا هنعمل ازاي السي تي ان احنا بناخدها. هو مش سي تي مش تراي فيزيك، هو اكتر موديفايد، هتلاقوا مثلا في الفا مكتوب باسم الدكتور محمد فوزي، يعني دكتور محمد فوزي تكنيك خلاص هو بنشتغل بيه على طول. طيب احنا بس في السي تي ايه هي الحاجات اللي احنا هنكتبها في السي تي او ايه هي المعلومات؟ دايما هنلاقي ان احنا في الشيت بتاع الدونر بيبقى مكتوب فيه اسمه هيتبرع لمين، كويس، وزن الريسيبينت قد ايه، دي بيبقى مهمه جدا، الثلاث معلومات دول بيبقوا عندنا، يبقى اسم الدونر هيتبرع لمين خلاص، وبنشوف وزن الريسيبينت قد ايه، كويس. هنتكلم اول حاجه على اول فيز هناخدها خالص اللي هي الوزاوت. طيب الوزاوت دي بناخدها ليه؟ سوري انا هعدي كده الحاجات ديت. الوزاوت بناخدها علشان نشوف الاتنويشن بتاع الليفر كام، كويس. احنا كل ما هيبقى فاتي ليفر كل ما الهاوس فيلد يونت هتقل حوالي 10 15، خلاص احنا يبقى بناخد كام بوينتس في الليفر وكام بوينت في النون كونترست وكام بوينت في السبلين ونقسمهم وناخد الافرج، فنجمعهم وناخد الافرج بتاعهم، والافرج هنا طبعا 5 5 6 6 ونقسم الليفر على السبلين، لازم ما يقلش عن واحد. اوكي عشان ما يبقاش فاتي ليفر. دي اول يعني اول فيز خدناها اللي هي الاولانيه. تاني حاجه بنعملها في هنسيب الريكونستراكشن ده في الاخر خالص. يبقى هي نون انهانسد سكان ده فور لوكاليزيشن او فور اسسمنت اوف الفاتي انفلتريشن. في عيانين طبعا لما بيكون جاب اكتر من دونر وخلاص الدونر الاخراني مثلا هو فاتي، ممكن ساعات البطنه بيرجعوا العيان ويطلبوا ان هو يخس، بالذات لما بيكون ابن العيانه او حاجه. طبعا هو في الاول بيبقى في اماكن بتشتغل ريليتد وفي اماكن بتشتغل نون ريليتد، والقصه في النون ريليتد دي بتبقى صعبه جدا، لان لازم العيان يجيب اللي هو قيد عائلي يقول انا عندي ولادي مثلا اربعه في ثلاثه ما ينفعوش عملوا كل حاجه مش نافعين، في واحد مش راضي يتبرع بيكتب انا مش راضي اتبرع لوالدي اخواته، وعشان بعد كده عشان يوافقوا عشان الوزاره تديهم الموافقه على اللي هو النون ريليتد دونر. طبعا فكره اللي هو سرقه الاعضاء في الليفر دي اكتر دي مش موجوده خالص، لان عمليه احنا في الليفر ترانسبلانت بنبتدي 7 الصبح بيخلصوا على اول مستساعة 5 6 بالليل، ف
فيعني على التليفون في الرينال ترانسبلانت الحكايه تبقى سريعه جدا، يعني سهله فعلا انها تتعمل تحت السلم او الاماكن دي كلها، انما الليفر دي استحاله. هناخد اول حاجه اهيت. طبعا احنا لازم، احنا كل الفكره كلها احنا شغالين على يكون في سوفت وير بتاع الفوليومتري موجود على الجهاز. اوكي، هي دي كل الحاجات اللي احنا قلناها في الاول. هجيب بس الصور عشان نشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي. احنا خدنا النان كونتراست قلنا عشان الفاتي، بعد كده ناخد دلوقتي الارتيريال. خلاص دي الارتيريال فيز. بعد ما بنخلصها احنا بنعمل لها الماب عشان نشوف، نعمل ريكونستراكشن للارتيريال عشان نعرف الهيباتيك ارت طالع منين، طالع الكومن من السيلياك ولا طالع من السوبيريو ميزنتريك ولا طالع لا اذا سيبريت برانش من الاورت. مفيش دونر بيترفض علشان هيباتيك ارت، ما شفتهاش خالص في كل شغلنا، لان هو البرانشنج باتر هو اكتر هو هيقطع فيبقى عنده ارتري واحد بس. فكره ان هو يبقى طالع باثنين ارتيريال انستموز دي بتحصل مع ترايفوركيتد، لان هو بيحاول يسيف، يحاول يقرب التو اوبننجز بتاعت البورتال فين، هو الانتيريور والبوستيريور برانش بتوع الرايت، فبيجي يقطع من يعني بيحاول يبعد سنه، ففي الحركه دي بيروح بيجي بعد البرانشنج بتاع الرايت بتاعي يطلع له اثنين ارتريز. طبعا ده في الانستموز بتبقى صعبه جدا. اوكي، دي اول حاجه الارتيريال فيز. بعد كده بناخد البورتال فيز عشان برضو بنعمل منها ريكونستراكشن ونشوف البورتال فين دوت يعني نورمال اللي هو باي فوركيتد بورتال فين، وفي حاجه اسمها باي فوركيتد بس فيري شورت ترانك. يعني الاول احنا عندنا ادي السوبيريو ميزنتريك سبلانك، عملنا لنا البورتال فين هيدي اول حاجه اللفت مين، بعد كده كومن ترانك بيكون طويل يدي اللي هو ده الرايت يدي انتيرو بوستير. طيب في ناس ثانيه بيبقى عندهم برضو اللفت عادي بس يبقى الكومن ترانك اللي هو الرايت فيري شورت، فدي بيحاول ان هو في الريسكشن ان هو يوصل بيبقى فاتحها اللي هي فتحه واحده بس. اوكي، ده بالنسبه للبورتال فيز. بعد كده بنيجي بقى في الفينس فيز. الفينس فيز اكشن احنا قلنا بناخدها في كذا واحده، بنختار احسن واحده فيهم لان دي هنشتغل عليها الفوليومتري. اول حاجه بقى في البروسيسنج بتاعنا ايه في الفوليومتري، بناخد الصور اللي هي اول اي واحده فيهم سواء الفينس او الارتيريا، هقيس بمشي بالكيرسر على كل الليفر. خلاص بفضل كده باخدهم حوالي بيبقوا تقريبا 16 او 17 سلايس، يعني بتريس الليفر كله، بعد كده بقول له فوليومتري فبيحسب لي الفوليوم بتاع الليفر قد ايه كله على بعضه كام، سي مثلا 1500 جرام. اوكي، بعد كده هناخد بقى نبدا ناخد الرايت لوب لوحده. احنا اكشولي في مصر الاشعه بياخد الرايت لوب لوحده واللفت لوب كل مره، يعني بيقيس الرايت لوب ويقيس اللفت لوب ويقيس الرايت لوب بالميدل هيباتيك فين مره ومره من غير الميدل هيباتيك فين، وفي نفس الوقت برده بيرجع تاني يقيس برده اللفت لوب. احنا اكشولي لا احنا خلاص بقيس الرايت لوب يعني وذ الميدل هيباتيك فين مره، وانا قايل ان هو 1500 كده مثلا اس ده 700 فيبقى الباقي 800، هي عشان هو بيحاول ان هو يقلل ايرورز على قد ما يقدر. هناخد اول حاجه الهور ليفر، بعد كده هناخد الرايت لوب وذاوت الميدل هيباتيك فين. يعني ايه؟ يعني هنسيف هنبعد عن الميدل هيباتيك فين، يبقى الثلاثه كده. فانا هبقى قايس كل مره هقيس من جنب الميدل، سايب الميدل هيباتيك فين عند الدونر. هو اكشولي احنا عندنا الميدل هيباتيك فين في سيجمنت بيدرين سيجمنت 7 وسيجمنت 8. اوكي، سيجمنت 8 وسيجمنت 5. عشان كده احنا برده بيبقى مهم قوي ان احنا نشوف الفينس درين بتاع 5 و8 هو كاليبرد ولا لا، عشان يبقى عارف في العمليه هو كده هيحتاج يعمل فينس جرافت ولا لا. وبناخدها مره ثانيه وبنقيس اللفت يعني الرايت لوب وظبط الميدل هيباتيك فين، يبقى هناخد اللفت لوب بالميدل هيباتيك فين. اوكي، والمره الثانيه الرايت لوب ويز الميدل هيباتيك فين، يبقى هنقيس اللفت لوب من غير الميدل هيباتيك فين. طيب الجي ار هو الجي ار دبليو ار، احنا قلنا نفترض ان الجرافت كلها على بعضها 1500 ولقينا ان الرايت لوب طبعا هو الاكبر، خلاص 1000 بيبقى مكتوب لنا
وزن العيان قد ايه اللي هو الريسيبيانت قد ايه، سي عشان تبقى ارقام ثابته 100 كيلو. خلاص يبقى احنا في الحاله دي بنقسم ال 1000 بنزود هنا صفر، يبقى يطلع لنا الريشيو بالاخر جي ار دبليو ار بي 1. اوكي ما تقلش عن 1. تاني احنا هناخد، احنا بيبقى مكتوب، احنا قلنا بيبقى مكتوب الدونر هيتبرع لمين ووزن الريسيبيانت كام. الوزن هنستخدمه هنا في الجي ار دبليو ار، احنا بنقول ان الرايت لوب من غير الميدل هيباتيك فين سي كان وزنه 1000 خلاص، والعيان وزنه 100 كيلو. احنا بس حط زيرو قدام وزن العيان واقسمي ده على ده. خلاص 1.9 بنمشيها، 0.8 الجراحه يعني لما بيكون فيها عيان لف كتير جدا ممكن يمشيها. اوكي كل ده احنا بنتكلم على رايت لوب. طب وفي الاطفال؟ في الاطفال دايما بياخدوا اللفت لوب. ودلوقتي احنا عندنا في المعهد، احنا دكتور حسام سليمان شغال مثلا شغالين على الاطفال، ده احنا عارفين لان الرايت لوب هيبقى كبير جدا عليه. طيب دلوقتي احنا قلنا هو الوزن 1500، شلنا 1000 راحوا للريسيبيانت، يبقى باقي 500. هنقسم بقى ال 500 على 1500 عشان نشوف الريميننج بارت بالنسبه للدونر هيبقى قد ايه. كده هو تقريبا هيبقى 33 34، برضو دي بنعديها، المفروض يبقى فوق 35 بس بنعدي بيعدوها برضو في الجراحه ان هو ايه اكسبتنج بالنسبه له، عشان ما يبقاش في الاخر برضو سمول فور سايز، ما يبقاش مثلا سي ان احنا خدنا من الرايت لوب كله على بعضه 1200. اه كده بقى حلو جدا للريسيبيانت بس ما هوش حلو للدونر. خلاص ففي الحاله دي الدونر ده هيخرج. ساعات بيبقى نفترض ان طلع من الرايت لوب طلع 700 جرام بس، يبقى كده 0.7 كده قليل قوي الجي ار دبليو ار، فبيترفض الدونر عشان كده. ممكن بس الدونر يبقى بدايه رفضه من الفوليوم بتاعنا. طبعا هي احسن حاجه موجوده في فكره الليفر ترانسبلانت ايه، هي ان كل الكلام دوت احنا العين هيدخل يتفتح والجرافت بتتشال وبتتوزن، وبيقولوا لنا كلامكم كان صح، يعني الفوليومتر اللي احنا عاملينه بره صح ولا لا، والسنسيتيفيتي بتاعتنا صح ولا لا. ودي كانت كل احنا البيبرز اللي بنعملها كلها بتبقى بيزد على كده، هو دايما كل حاجه احنا طلع السي تي قايل كذا ودخلوا الفوليوم طلع صح ولا لا، الفاسكولار بورتال فين بالظبط، هو نفس الانتوم بتاعنا. طبعا الفاسكولار بتبقى سهله جدا احنا نقولها، يعني مش اللي ممكن ساعات بيبقى فيه ايرور هو البليري، ان احنا نلاقي فيه اكسس ريدكت زياده. اوكي ده في الانترا اوبرتيف برضه بيكانيوليت السي بي دي خلاص، وبعد ما يكانيوليت يروح يحقن ويصور ويشوف الاناتوم بتاعه هو فعلا نفس الاناتوم بتاع الام ار سي بي ولا لا. طيب احنا قلنا الريزيدوال يعني احسن يبقى مش اقل من 35%، بس ساعات بيعدوها 34 33 ساعات بيعدوها. بصراحه احنا كراديو لا احنا ما بنخشش معاهم في العمليه من الاول خالص، يعني احنا دايما بيبقى شغلنا هم بيبداوا يعملوا ريسكشن في اوضه شغاله على الدونر بيعملوا ريسكشن، وفي اوضه ثانيه للريسيبيانت. فكره هيبداوا بمين الاول بتبقى دايما يعني حسب العيان. ساعات يبقى مثلا احنا عاملين سونار وقلنا ان العيان في مالتيبل هيباتيك فوكال ليجن او في ليمف نود، فيبداوا كده الريسيبيانت الاول يخش يفتحوه وياخدوا الليمف نود دي فروزن بايوبسي ويفضلوا قاعدين متعقمين مستنيين يشوفوا متاستاتيك ولا مش متاستاتيك يكملوا شغلهم. ساعات بيبقى الدونر بيتفتح، في دونرز اتفتحوا واتقفلوا تاني، يعني جه اتفتح لقوه بالهارزير رغم ان البايوبسي او لقوا ان شكل الليفر نفسه مش كويس، رغم ان البايوبسي بتطلع ان هو كويس وكل السونار وكل حاجه مكتوبه انها كويسه لا راحوا قافلين. وساعات في عيانين في كان الاول بيبقى الاثنين بادئين في نفس الوقت، يفتح الريسيبيانت تلاقي فيه بورتال فين مثلا مالجننت او يلاقي فيه اي مشكله بعد ما يكون الدونر فتح. فدلوقتي بقوا ايه يعني بيحاولوا ان هم لو في اي حاجه يعني سسبيشس من اول عارفينها يبقى هو يبداوا بمين الاول، ريسيبيانت ولا دونر. بيدخلوا كل بيعملوه هو بيروح بيكلامب البورتال فين خلاص او الهيباتيك اورتري ما اعرفش بس هو يقولوا البورتال، وبيحصل ان هو الليفر او الجرافت تبدا تزرق فيبقى عارف ان هو ده الريسكشن بتاعه. بره لا بيدخل معاهم الراديو من اول اليوم خالص يعمل لهم يتريس ادي الميدل هيباتيك فين ويشوف الريسكشن هيبقى منين بالظبط ويشتغلوا عليه. طيب بعد ما بيشتغلوا بياخدوا الجرافت يروحوا الناحيه الثانيه يكونوا شالوا اللفت لوب بيعملوا الانستموز بتاعتهم، بيانستموز البورتل والهيباتيك فين والهيباتيك ارتري. قبل الهيباتيك ارتري على طول قبل ما نبتدي فيه بيكلمنا انا خلاص قدامنا مثلا ربع ساعه وابدا الهيباتيك ارتري، بيبقى تقريبا ليه نص ساعه بنبدا احنا نتحرك عشان نوصل معاهم خلاص يخلص الهيباتيك ارتري ندخل نشتغل انترا اوبرتيف. كويس
اول ما بنخلص الانتر اوبريتيف خلاص كل حاجه اوكي، كل اسمه اكسبتد بالنسبه لنا، مفيش حاجه مضايقانا، خلاص بنخرج ويشتغل البليري ويقفلوا العيان. طيب هو دلوقتي هو اتعمل الريسكشن، احنا كده اللفت لوب هيبقى خارج لوحده خلاص، متساب عند الدونر في الميدل هيباتيك فين. الميدل هيباتيك فين دايما بنلاقيه على السيرفس. طب الميدل هيباتيك فين ده اساسا كان في حاجتين، سيجمنت بيدرين سيجمنت 8 و5 خلاص، حسب وهو بيفتح جوه لو لاقيهم ان هم كبار جدا والجراف دي كانت 0.9 يعني هو اوريدي خلاص اكشوال شالها ولقى انها 0.9، فهو مش عايز اي كونجشن في الجرافت، هيوصلهم حتى لو صغيرين. يعني في عيانين بيبقوا عامل لهم فينس جرافت ل V8 او V5 بس عشان الجرافت صغيره، هو مش عايز يبقى فيه كونجشن خالص في الجرافت. اوكي دي بقى الصور اللي احنا بنشتغل عليها، دي الهول ليفر فوليوم. بس كل اللي بعمله ان احنا بنتريس كل الليفر. اوكي سلايس سلايس، بعد كده هناخد الرايت لوب لوحده من غير الميدل هيباتيك فين. بنيجي في الصوره ميدل هيباتيك فين يكون ظاهر فيها ونيجي جنبيه بالظبط خلاص. طبعا كل ما بنطلع فوق خلاص الميدل هيباتيك فين مش متشاف، فاحنا ماشيين على نفس اللاين بتاعنا خلاص، ونزلنا تحت ما بقاش باين برضه، اولموست بنفضل ماشيين لغايه ما تلاقي الجول بلاتر بدات تظهر خلاص. خلاص بناخد بقى كل الايه يعني كل اللي حوالين الجول بلاتر، ما نجيش الناحيه الثانيه واحنا فوق عشان في سيجمنت 4 هيبقى معانا، ما ناخدوش معانا. كل دي الميدل هيباتيك فين ستيل لسه يعني، بس احنا ماشيين على نفس يعني السكشن بتاعنا بالظبط خلاص. ندوس بعد ما نخلص فوليوم هو بيقيس لنا على طول الفوليوم بتاعه قد ايه. في سوفت وير هو في المانيا بس هو كان غالي قوي، كان في ظرف وقت كان فكروا ان هم يجيبوه بس هو فيري اكسبنسيف، بيجيب الفوليوم بتاع كل سيجمنت لوحده. الفينس يعني بيقول في 8 بيسبلاي بيدرين قد ايه، وفي 5 بيدرين قد ايه، وفي وهكذا خلاص. كده ده اللي احنا قلناها اللي هي في الفاتي انفلتريشن ليفر وسبلين. طبعا كل دوت هيظهر بعد كده في البيوبسي، يعني احنا بيبقى قايلين ده اقل من واحد ده كده فاتي، فبناخد بياخدوا البيوبسي ويشوفوا، لان هي طبعا بالنسبه للبطنه بيحسب لهم حسابات معينه ويقولوا اوكي الدونر ينفع. يعني برضه الفكره كلها احنا لو واخدين جرافت 100 يعني 1000 بالظبط بس هي فاتي، هي اكشولي هي تبقى فانكشننج از جرافت مثلا 700، فلو هي كانت في الاخر الجي ار دبليو ار بتاعتنا مثلا 0.9 يبقى في الحاله ديت هتبقى القصه لا هيبقى ده سمول فور سايز، فهتبدا يبقى في مشاكل. دايما بتكون يعني واحد او اكتر، يعني كل ما هتزيد كل ما هيحصل الفاتي الهاوس فيديو هتعلى اكتر فهيدينا اقل من واحد، يبقى فوق سوري هتقل اكتر فهيدينا اقل من واحد. بعد خلاص ما خلصنا كده يبقى اول حاجه في الريبورت بتاعنا كتبناها الفوليوم بتاعنا، كتبنا اول حاجه الهول ليفر قد ايه، بنكتب السطر اللي بعديه بنكتب الرايت لوب وذ الميدل هيباتيك وذاوت الميدل هيباتيك فين كذا، وجنبيها الجي ار دبليو ار كذا، وبنكتب السطر اللي وراه يبقى الليفت لوب بالميدل هيباتيك فين ودوت هيبقى كام يعني نسبته قد ايه. طيب هي ساعات لو في عيان جاب اكتر من دونر ومن غير الميدل هيباتيك فين صغير، فيبقى عارف ان هو هيضطر ياخد الميدل هيباتيك فين معاه. طيب دي اول حاجه، بيبقى ده كده اول سطر احنا كتبناه. كتبنا طبعا فوق خالص الفاتي اللي هو الليفر سبلين ريشيو، بعد كده بنكتب السطر اللي بعديه الفوليوم، هنيجي بعد اخر حاجه بنكتبها الفاسكولر. طيب بنعمل ريكونستراكشن ونشوف الهيباتيك ارتري طالع منين. طيب احنا النورمال بتاعنا احنا فيه تايبس كتير جدا خلاص، بس هي الفكره كلها ان احنا بنبقى كاتبين في طالع منين بالظبط. الهيباتيك ارت طالع الكومن طالع من السيلياك، في عينين بيبقى في الفاريانت ممكن يطلع من السوبيرو ميزنتريك، ممكن يطلع يعني سيبريت برانش من الاورتا، ممكن يبقى طالع من الليفت جاستريك، دي ليها تقسيمه خلاص عشان ساعات بنكتبها تايب 1 ولا تايب 2 او تايب 3، بس بصراحه ما بنحبش برضو نكتب يعني هي تايب كام، ممكن يكون اللي قدامنا او اللي هيقرا الريبورت مش عارفهم، فاحنا بنكتبها بالظبط بنوصفها بالظبط
عشان يبقى هو بالنسبه له اسهل، ما يدورش. او انا ممكن اكون انا نفسي غلطت خلاص، سي مثلا كتبتها تايب 5، انا كنت عايز اكتبها تايب 4 اوكي، فانا واصفها بالظبط هي طالعه منين عشان نبقى عارفين وكاتبين جنبيها انهي تايب بالظبط. ودي هنلاقي فيها ان احنا فيها بيبرز كتير جدا. احنا دلوقتي بنعمل بيبر عندنا في المعهد على كل بقى الحالات، لان احنا عندنا اولموست مثلا اكتر من 5000 حاله، فهناخد ال 5000 كلهم وهنبدا نشوف الفاريانت اللي فيهم قد ايه. يعني اكبر بيبر معمول على 1000 عيان، فاحنا بنحاول ان احنا يعني نزود، كل ما بنزود كل ما البيبر بالنسبه لنا هتبقى اقوى. طيب دي اول حاجه بنعمل ريكونستراكشن على الهيباتيك اورتري عشان نشوف، يعني مثلا صوره زي كده اهو طالع كده على طول من السيلياك اوكي، السيلياك هنا نفس الكلام الريكونستراكشن بتاعنا. احنا نفس الريكونستراكشن على فكره ساعات بنعمله في عيانين التيس، يعني مثلا عيان قبل ما نعمل له قسطره لما بنيجي نصور يدخل، يعني ساعات واحنا شغالين ادخل هيباتيك اورتري صور رايت ليفت مش شايفين اي حاجه، ويطلع في الاخر ان هو واخد من الرينال او واخد من الفرانك خلاص. هنا اهوت سيليك كده سوبير ميزنتريك ارتري، يعني طالع برانش من السوبير ميزنتريك مش طالع من السيليك. احنا قعدنا تخيلناها، ما هي في كل الاحوال في الريسكشن هو هيبقى واخد كده كده هيبقى واخد الارتري معاه، مش هتفرق، يعني مفيش ولا عيان خالص اترفض علشان الهيباتيك ارتري الانوملي الفاريانت بتاعه هو انهي تايب فيهم. هنا طالع سيبريت برانش من الاورطه، مش من لا من السيليك ولا من السوبير ميزنتريك اوكي. بعد كده هنشتغل هو الهيباتيك بورتوجرافي، برضه هنعمل ريكونستراكشن المابس الكلام ده كله ونشوف هو انهي تايب فيه. هي الفكره كلها ان هو لما هيجي هيعمل ريسكشن، هيعمل ريسكشن في اول هو تايب 1، يبقى هيبقى عنده بورتال انستموز واحده بس خلاص، يعني هيدخل يدينا ليفت وبعد كده يبقى فيه ترانك رايت يدي انتيرو بوستيرير. طيب تايب بي هو ترايفوركيتد، الليفت طالع لوحده، الانتيرو طالع لوحده، والبوستيرير طالع لوحده كويس. طب هيجي يعمل ريسكشن، هيبقى كده عنده اثنين بورتال اوبننج، فبيعمل جرافت عشان يوصلهم على واحده بس. طيب تايب سي، تايب سي المشكله ان احنا الرايت انتيرو طالع من الليفت، بس احنا شايفين في جاب واسعه جدا ما بين الانتيرو والبوستير، فكده عشان يعمل فينس جرافت ويوصل الاثنين يخليهم على وان اوبننج تبقى صعبه بالنسبه له، فكده هيوصل الاثنين خلاص. طبعا كل ما الانستموز هتزيد كل ما المشاكل كل ما الكومبليكيشنز بتبقى اكتر. طيب تايب دي هنا مفيش خالص، فاهمين هنا هيقطع برده باثنين انستموز، واكشولي هيبقى الانتيرير في الريسكشن بتاعه بقى البوستير لوحده، والانتيرير ده بعيد جدا هيبقى جايبه من فوق قوي. طيب تايب اي ده هو النون برانشنج بورتال فين، في ناس دي شفناها مثلا مرتين في عيانين، اللي هو ان البورتال فين داخل مش لا مش ترايفو، يعني داخل بيدي برانشات اللي هو سيجمنتال سيجمنت 6 بعد كده بيدي كل سيجمنت لوحده، ده اللي هو نون برانشنج بتاع البورتال فين. كده ده نورمال، فلما نيجي هنا هيعمل هوت ريسكشن هيبقى عنده وان اوبننج بس. طيب هنا كده لو بصينا اهوت المين عندنا ليفت والانتيرير والبوستيرير، فده ترايفوركيت بورتال بين، بس اكشولي اثنين الانتيرير طالع لوحده، يعني طالعين ثلاثه ورا بعض، ده ساعات بيقبلوا. هنا الرايت انتيرير طالع من الليفت بورتال فين، لا ده بيترفض عشان كده بقى بعيد، في جاب كبيره جدا فما بعرفش يعمل عليها فينس جرافت. طيب هنا ادى اول حاجه خلاص السيجمنت 8، يعني في ساعات بيبقى في تايبس في بيبرز ثانيه مقسماهم، يعني يجي على تايب اللي هو الترايفوركيتد يقول لا ان سيجمنت 6 طالع لوحده او سيجمنت 7 طالع سيجمنتال برانش لوحده في البورتر. هنا ترايفوركيتد الرايت انتيرير طالع من الليفت بوستير.
ده اللي هي نون برانشنج بورتال فين. البورتال داخل مدي سيجمنتال برانش، سيجمنت 6 الاول، بعد كده مدي اهو سيجمنت 7، قاعد بيدي سيجمنت مش مفيش اي برانشنج باترن ليه. هي الصوره دي، ده ما كانش دونر، دي كانت ريسيبيانت بس كده يعني، كان حد بيعمل له سي تي فلقيناها كده فرحنا حاطينها، بس اكشوال ده ما كانش دونر خالص، لان احنا ما شفناش دي، شفناها في حالتين بس، والاثنين كانوا عيانين كانوا اتش سي سي، ما كانوش دونر خالص. طيب بعد كده هنبص على هيباتيك فينوجرافي. كل المطلوب برضو مننا ان احنا نشوف الثلاثه هيباتيك فينز، في اكسسوري هيباتيك فين ولا ما فيش، والاكسسوري دوت كاليبر قد ايه، وفتح في الاي في سي فين كده. اهو بالنسبه لنا الفينوجرافي، هنا في اكسسوري هيباتيك فين اهو. اوكي، بنحط الصوره كده ونقيس الكاليبر بتاعه ونقيس الديستانس من الرايت ميل، يعني بنقول هو في اكسسوري رايت انفيرير كاليبرد قد ايه، وبنقيس الديستانس اللي هو مش عارف خالص مش تبقى ظاهر من الرايت هيباتيك فين لغايه اللي هو الاكسسوري رايت، نقول مثلا 3 سم 4 سم عشان وده بيتكتب في الريبورت. اللي هي كده. اوكي، طيب بعد كده هنعمل، خلاص خلصنا السي تي فوليومتري، هنعمل ام ار سي بي. الام ار سي بي برضو بنكتب نورمال 1 داكت او 2 داكت او 3 داكت. في عيانين طبعا لما بيبقى اكتر من 3 داكت، اكتر من 3 بيلي انستموز، ده بيرفضوه يعني، بتبقى في الاخر هنكتب التقرير. الجراحه صراحه هم بيحبوا احسن حاجه يبقى 1 بيلي انستموز بس، مش عايز اكتر من كده. لو في واحده تانية اوكي بيبقى اكسبت، بس اكتر من كده بيبقى عارف ان الكومبليكيشنز تبقى عاليه قوي في الاثنين يعني، في الدونر وفي الريسيبيانت. غير ان احنا كل ما الانستموز زادت كمان البيلي كومبليكيشنز بتظهر مع الهبات، مع الارتيريال، سواء بقى في ستينوزس او قفل. يعني لو الارتري قفل اول حاجه، حتى لو دخلنا بيه قسطره ولحقناه والكلام ده كله، اول حاجه بتروح هي البيلي سيستم، لان البيلي اساسا واخد ارتيريال سبلاي. هنبص بس على صور ام ار سي بي. سوري، دي النورمال برانشنج باترن هو تايب 1. احنا عندنا اول حاجه المين، بعد كده اساسك ده فاتحه على ليفل تحت خالص، وعندنا اللفت والرايت. البوستيرير بتبقى جايه بانجل لورا، فلما نيجي نعمل لما هيجي هو يعمل ريسكشن هنا يبقى عند حرف الار كده تقريبا، هو ده الريسكشن بتاعه، هيبقى هنا انستموز واحده بس، فبنكتب نورمال ام ار سي بي 1 داكت. طيب هنيجي بعد كده في تايب 2، خلاص هنا هيجي يعمل الريسكشن بتاعه هيطلع له 2 داكت خلاص، يعني لو قسم هيبقى تحت البايفوركيشن بالظبط، هيبقى عنده 2 اوبني. طيب تايب 3 ايه، برضه هنكتب برضه نورمال ام ار سي بي، بنكتب 2 داكت ونكتب ان احنا الرايت بوستيرير بالدرين في الليفت. اوكي، طيب تايب 3 بي، كل ده برضه يعتبر لما ترايفوركيتد، بس في بقى مشكله هنا ان السيستك داكت فاتحه على ليفل اعلى شويه، فيبقى هنا كده 3، هيطلع عندنا 3، هنكتب نورمال ام ار سي بي 3 داكت. اوكي، طيب تايب 3 سي نفس الكلام برضو هنكتب، بس هنا هنلاقي ان السيستك دكت بدات اعلى اكتر من تايب بي، فممكن تبقى 2 دكت لو الريسكشن ظبط نفسه هيبقى 2 دكت بس. اوكي، فهي الفكره كلها ان احنا بنكتبها طبعا بقى لو في اكسسوري دكت نبقى كاتبين، يعني مثلا في تايب 5 اي في اكسسوري دكت مع السيستك، يبقى كده هنكتب بس اكشولي هو في النورمال رايت، الرايت عامله النورمال باترن بتاعها، بس عندي 2 دكت يبقى كده في 3، نكتب نورمال ام ار سي بي 3 ونكتب هي انهي واحد فيهم. اوكي، احنا قلنا هنا كده تايب 1 اللي هو نورمال برانشنج باترن، ان يبقى سي المين ليفت والرايت يعني كومن ترانك طويله، والانتير بتبقى ماشيه
مور يعني مور فيرتيكال، والبوستير بتاخد كيرف تفتح. طيب تايب 2 لا، ان احنا بس يبقى مفيش اللي هو الكومن ترانك هنا بقى قصير جدا، فكده هياخد 2 ضغط. ده هنا دي تايب تايب 4 وتايب 7 دي ما شفناهاش، بس انتر اوبريتيف ما كانتش باينه خالص في الام ار سي بي. ان احنا لقينا كمان في ان الكودات لوحده بيترين في المين. طبعا هي مشكله اللي هو التايب 7 دوت، ما هو الكودات ده متساب هناك في الدونر، فدي هتت بيبقى إيه هو لازم لازم يبقى رابطها كويس او نحرقها كويس، عشان بعد كده العيان ما يجيش ببايلوما ونقعد في عنده بيلير ليك ما بتوقفش غير لما بيعمل ار سي بي. نتكلم بس بقى، نحط بقى كيسز. ده الام ار سي بي بتاع اللي اتعمل بره، وكتبنا ان هو ده نورمال تايب اللي هو تايب 1 و1 دكت انترا اوبريتيف، طلع نفس البرانشنج باترن بتاعنا. هنا نفس الكلام الام ار سي بي، احنا اللفت طلع من الرايت انتيرير، طلع الرايت بوستيرير طلع من اللفت، يبقى كده تو دكت. اوكي الانترا اوبريتيف بتاعها هي برضو ان اللفت هنا برضو 2 دكت مش واحده، علشان مفيش ترانك خالص. الانترا اوبتيف برضو هنا، دي كانت حاله في رساله عشان بس نشوف بقى العيان. مكتوب ان ده دونر عندها 39 سنه، وزنها قد ايه، والريسيبينت المفروض بيبقى مكتوب فيها الريسيبينت قد ايه. عملنا اول حاجه اللي هو بتبقى اول صوره خالص، بتبقى اللي هي الليفر سبلين ريشيو عشان نشوف هو فاتي ولا لا. تاني حاجه بنحط صور الفوليوم بتاعنا اهوت بالمنظر دوت، كاتبين ان الهو ليفر 1420. اوكي الرايت لوب ودوت الميدل هيباتيك فين 820، من 1400 باقي 600 الناحيه الثانيه، فنقسم 600 على 1420 عشان نشوف الريزيدوال للدونر قد ايه. خلاص، والجي ار دبليو ار اللي هي 820 على وزن العيان، طلع الجي ار 1.115. طيب الرايت لوب مع الميدل هيباتيك فين، لو اخد لا لو خد الريسكشن بتاعه والميدل هيباتيك فين 930، فالجي ار دبليو ار بقت 1.3. خلاص يعني كده الارتريوجرافي، شايفين هنا ان الهيباتيك اورتري خلاص طالع من السيلياك، والبورتال فين بايفوركيت بورتال فين، والفينز هنا نكتب ان هم ثلاثه فينز ثلاثه مين، مفيش اساس في هيباتيك فينز. في الام ار سي بي كده نورمال اللي هو تايب 1 و1 دكت، بس نورمال ام ار سي بي 1 دكت. ولما جت فتحت جوه لقوا لا في اكسسري دكت فتحه جوه، في اكسسري دكت ثاني، فبقى عنده اثنين. اوكي ففي ايرور في الام ار سي بي، في ايرور عندنا، بس كل ما الجهاز بقى اعلى تسلا بقى اعلى، وكل ما اللي شغال التكنيشن احسن قلنا لا ما بقاش فيه ايرور خالص. يعني السيرتي بتاع إيه؟ لا السي تي اولموست 9 يعني يعني المينيمم يعني الجهاز اللي هو اقل حاجه تقدر تعمل عليه احنا يعني اولموست، لا اشتغلنا على كله 64، كل حالتنا شغاله 64 او اكتر. اقل من كده يعني هتبقى ممكن الصوره بس مش مظبوطه شويه، الوقت كمان احنا عايزين مش عايزين وقت كتير عشان نعرف نظبط. احنا بناخد ثلاثة او أربعة فينس فيز، فكل ما الجهاز اسرع كل ما ناخدهم احسن. دي 28 سنه برضو، ده ميل خلاص، الليفر سبلين ريشيو 1.3 مش فاتي كويس. اوكي بعد كده هنا ادي الرايت لوب كاتبين عليه كل حاجه، الويت بتاعه يعني رايت لوب ودوت الميدل هيباتيك فين 1200،
فالجي ار دبليو ار 1.29. هنا احنا كاتبين يعني اولموست هو 1200. طيب لما دخلوا جوه وعملوا ريسكشن طلعت 1300، يعني تقريبا فرق حوالي 100 جرام ما بين السي تي وما بين الريال. على فكره الريال نفسه كمان هيختلف بالريسكشن بتاعه قد ايه، يعني ساعات هو بيبقى داخل جوه شويه فيزود شويه الفوليوم بتاعه. الارت ده هي كده البورتال بايفوركيت بورتال فين الهيباتيك فينز برضو ثلاثة ومفيش خالص اكسس الهيباتيك فينز. هنا في الام ار سي بي ده برانش باترن هو النورمال خلاص، وانترا اوبتيك برضو طلع 1 دكت، يعني طلع 1 دكت اللي هو النورمال باتر. دي كلها بقى حالات برضو اللي احنا بنبقى حاطينها على الليفر لوحده، دي الدينستي هنا الرايت لوب من غير الميدل هيباتيك فين ديت من مصل الاشعه، يعني الصوره دي من مصل الاشعه هم اللي بيبقوا عاملين كده. احنا عندنا الصوره اللي هي بتاعت الهيباتيك فينز خلاص، فبنيجي ان احنا عايزين الرايت لوب وداوت خلاص وداوت الميدل هيباتيك فين، فباجي الثلاثه باجي جنب الميدل هيباتيك فين تحتيه وابدا اخد اللاين بتاعي واعلم على كل الرايت لوب من غيره واطلع بيه فوق بنفس برضو ابقى ماشي يعني بنفس الدايركشن بالظبط فوق وتحت. هما تقريبا بيبقوا 16 17 سلايس، بعد ما بخلصهم بروح دايسين فوليوم، هو بيقيس لي المكان اللي انا علمت له عليه بس. فساعات لما اللي بيعمل الحركه دي التكنيشن بيبقى يجي فوق فيخش جوه عند الجول بلادر يبقى متخيل ان كل ده الرايت لوب اكشن بقى في حته من السيجمنت 4 معاك، فهو بيبقى واخد كمان وبيبقى ساعات طبعا لازم احنا سبيرنج الاي في سي بنبقى لافين حوالين الاي في سي، ساعات التكنيشن بيروح واخد معاه الاي في سي نفسه خلاص، فهي بتبقى الايرور جايه لما يعني في الفا سكان اللي بيعمل كل حاجه التكنيشن وبيطلع لنا الارقام واحنا بنكتب ريبورت في دار الفؤاد وفي المعهد وفي مصر الاشعه. لا بعد العينين ما بيخلصوا الدكتور بيدخل هو اللي بيعمل كل حاجه، بيعمل بروسيسنج بيعمل كل حاجه وبيعمل الفاسكولر وبعد كده بيكتب الريبورت بتاعه. هنا برضو البورتوجرافي بايفوكي بورتال فين، دي طبعا دي بالنسبه للجراحه دي احسن صوره ليهم ان هو يبقى شايف ان هيطلع بوان دكت بس وان بيلي انستموس. كل دي كده حالات هنا اللي هو معلم عليه بس كده ده الرايت لوب وادي الميدل هيباتيك فين سبير، يعني سبير الميدل هيباتيك فين. هنا الهيباتيك اورتري طلع عينيك من الكومن السيليك البورتال فين باي فور كده بورتال فين مين ليفت وبعد كده ترانك طويل وانتيرو بوستيريور هيباتيك فينز ثلاثة خلاص، والبرانش باترن برضه بتاعنا اولموست هو اثنين هيباتيك اثنين وان دكت برضه. لما دي الصوره احنا قلنا لما اتفتح العيان لقينا في اكسس دكت فتحه فيه، يبقى كل دي حالات. بس انا حاطط اللي هي الحاله الاخرانيه كانت هي الصوره ديت في اكسس هيباتيك فين اهوت قايسين الكاليبر بتاعه قد ايه وبنشوف الاوبننج بتاعته من الاي في سي كام. هنا في الام ار سي بي باين اهوت ان احنا عندنا تو دكت ان هو الليفت الرايت بوستيرير طالع من الليفت، فنفس الكلام برده نفس الصوره هي في الانترا اوبرتيف. هنا طالع من السوبر ميسنتريك ارتري انا مش شايف اصل الماوس بقى حركه شغال
هنا الصوره بتاعت الاكسسوري هيباتيك فين، قايسين الكاليبر وقايسين الديستانس من الرايت. طبعا الريجكتد دي كانت احنا حطينا الحاجه دي ريجكتد، بس هي اكشلي هي دي كانت عينه عن انسان اتش سي سي اساسا. ليه نون برانشنج ده ترايفوركيتد بورتال فين، دي طبعا ريجكتد، احنا كانت ريجكتد على دار الفؤاد، دي ريجكتد في كل حته دار الفؤاد او غير دار الفؤاد، لان احنا هنا اللفت الانتيرير طالع من اللفت والاثنين بعاد عن بعض، فمش هيعرف يعمل فينس جرافت. دي برضو ريجكتد في لا يعني يعني اي مكان هتروحه هت العين ده هيبقى ريجكتد. بس اهم حاجه طبعا عندنا احنا ان اهم حاجه بتبقى الدونر سيفتي، ان احنا بنلاقي اي حاجه بنكتبها. الجايد لاينز او الشغل على الريسيبيانت بيتغير من وقت لوقت، بتبقى حسب الحالات. في حاله في مكان ما زرعت، وبعد ما زرعت اكتشفنا ان هو عنده كلونيك ماس، وكانت عدت خالص اللي شافها يعني، او ما يعني ما شافتش، بس اكشوالي ريترو جريد لما بصينا على السيتيهات لا كانت باينه، وده كان اسرع عيان انا شفته في حياتي في المتس. يعني هو العيان زرع النهارده، بنعمل له الفولو اب بتاعه. الفولو اب دايما في العيانين الزرع في الليفر ترانسبلانت بتعمل اول اسبوع بيبقى في الرعايه، بتعمل مرتين صبح وبالليل، وبعد كده بيقعد اسبوعين ريجولر روم بيتعمل ديلي. كويس، العيان ده كان قاعد في الرعايه حوالي اسبوعين، النهارده احنا بيتنت وكل حاجه كويسه ومفيش اي حاجه، نفوت يوم، اليوم اللي بعده فيه هيباتيك فوكاليجن، يوم اليوم اللي بعده فيه خمسه هيباتيك فوكاليجن، في خلال بالظبط 10 ايام كانت ميلياري ماتس. وده اسرع، انا مش حد في حياتي كان بيبقى الماتس عنده سريعه كده. فتحط بعد كده في كل الاماكن ان لازم ابر ولور جي اي لازم تعمله العيان. كويس، من الحاجات برضو اللي كانت بالنسبه لنا كانت بتبقى غريبه، لو عيان عمل ام ار سي بي بعد البيوبسي، يعني هو ما عرفش يحجز البيوبسي فاضطر يعمل الاول البيوبسي وراح يعمل ام ار، فبيطلع في باتش مكان البيوبسي، فطلعت ان ديت دي هيباتيك فوكال ليجن، لا دي حاجه عندك كان برضو اتفتح وتبص عليه الاول انترا اوبتيف سونار، لا هو ما فيهوش حاجه مكان البيوبسي، وكملوا العمليه بتاعته. شكرا. في البري اوبرتيف اسسمنت ان احنا بس بنشوف فاتي ليفر، طبعا عيان عنده مثلا كدني اتروفيك كدني، اي مشكله تانية لازم نكتبها عشان العيان ده بيبقى اكسكلود من الاول. لو في لو انا شايف قادر اقول ان ده تراي فور كيتد بورتال فين ولا لا، يعني احنا بالنسبه لنا مثلا في الدونر بنبقى كاتبين كل حاجه، وبكتب ان البورتال فين لا باي فور كيت بورتال فين، بشوف الهيباتيك فينز في اكسسري ولا لا، انا باجي على الليفل في السونار ليفل الهيباتيك فينز هم فاتحين في الاي في سي، وبطلع لفوق ما لاقيش اي حاجه تانية فاتحه، بعد كده بنزل بيه لتحت، لو لقيت اي فين فاتح في الاي في سي بكتب ان في اكسسري هيباتيك فين، بس طبعا ما بقدرش اقيس الديستانس بالظبط قد ايه. الهيباتيك ارت طبعا ما اعرفش نقول عليه حاجه قوي، بس لو بوست اوبريتيف العيان ده بيتعمل اللي احنا قلنا، هو العيان بيقعد بالظبط ثلاث اسابيع في المستشفى، كل الاماكن بتعمل كده، اسبوع في الرعايه واسبوعين ريجولار روم، اسبوع الرعايه بيتعمل مرتين، مره الصبح ومره بالليل. التعليق بتاعنا اول حاجه هنعتبر ان هو عيان عامل عمليه، في كولكشن ما فيهوش كولكشن، في افيوجن ولا لا، بريكورد الافيوجن ولا لا، الكلام ده كله. بعد كده هنبص بقى على الفاسكولار اناستوموز. البيليري احنا مالناش دعوه بيه خالص، ومش طبيعي ان العين يبقى عنده مشكله بيليري، ان هو اساسا بيبقى طالع باللي هو يعني طالع اسمها ايه؟ حرفين صغير خالص كده، ده البيليري، مكان الاناستوموز نفسه طالعينه كده لبره، ده ما بيتشالش الا بعد كام يعني اولموست حوالي 21 يوم يروحوا شايلينه، فما يبقاش خالص عندنا. وحتى لو في عيان طلع عنده انترا هيباتيك بيليري دايليتيشن دي اتسدت، فبس بيسلكوها. طيب هنبص على البورتال فين، هيباتيك اورتري وهيباتيك فينز. اول حاجه مكتوب طبعا احنا في الانترا اوبريتيف بنطلع نكتب ريبورت، فببقى كاتب ان الهيباتيك فين عندنا كام واحد، عشان اللي هيجي يعمل الصبح تاني يوم يبص على عليه. بنبص على الهيباتيك اورتري، الاهم حاجه في الهيباتيك اورتري ان هو ابقى شايفه جوه الجرافت مش بره الجرافت. اوكي، السونار فكره ان انا دايما هو انا شغال سونار مينلي. كويس، فكره ان احنا في السونار ان انا اكتب حاجه ومش حاطط لها صوره
انا شايف ان دي حاجه مش صح خالص. احنا بينا وما بين بعض حضرتك عملت سنور لعيان وكاتبه فيه فوكال ليجن ووصفاها وكاتبه لي هي فين وحاطه لي الصوره، لو جه بعديها بشهرين ثلاثه وانا بصيت على دوت هعرف بالظبط اللوكالايز مكانها واقول اه ده كبرت وصغرت. اوكي فاحنا عندنا اهم حاجه ان احنا حاطين الصور بتاعه الهيباتيك ارتري لازم ابقى شايفه جوه الجرافت. كل الحالات اللي كان فيهم هيباتيك ارتري اوكلوجن كلهم كان الارتري فاتح بره، يعني بالظبط عند البورتا هيباتس هتحط الكيرسر الارتري فيها بيتنت جوه هو بيقفل بوست انستوماتيك. خلاص كل الحالات الزرع، هو الفرق ما بين الرينال والليفر ترانسبلان الرينال الكلينيكال سابق خالص الراديو، يعني كل الحالات اللي نزلت عليها رينال ترانسبلانت العيان قطع بول بيبقى جاي بالظبط تليفون بيجي العيان قطع بول او كرياته عالي، فتي تنزل هنلاقي مشكله كمشكله كفاسكولار رينال فين قفل، وده اكتر حاجه بنشوفها، مش اكتر حاجه دي مثلا شفتها حالتين بس رينال ارتري ما اتشافتش خالص. اوكي طيب اول دايما في عيانين الرينال ترانسبلانت الدكتور اول ما العيان بيقطع بول او الكلاب بتاعه بيعلى اون سبوت عايز اعمل دوبلر دلوقتي، الدوبلر دلوقتي بيطلع كومبليتلي نورمال. اوكي بالظبط بعد 24 ساعه كل حاجه بتتغير بيبدا ياخد هو ماشي في انهي سكه بالظبط. طيب في الليبر ترانسبلانت ال 5000 مره اللي نزلت فيهم على عيانين على عيان الحق ده اللاكتيت عالي ده الانزيمز عاليه اي حاجه كلهم نيجاتيف، وكل العيانين اللي كان فيهم مصايب كانوا نايمين وزي الفل والبروفايل بتاعهم كويس وتحاليلهم كويسه. في عيان في كان في المستشفى كان دكتور اشرف عمر بص عليه كان اول الساعه 2 دي مرت الصبح هو اتاخر شويه فمر عليه الساعه 2 بيتنت هيباتيك اورتري والدنيا كويسه. بالصدفه انا جيت بدري شويه فقلت نبص على العيان بدري فبعديه كان بساعتين او ثلاثه فدخلت ابص عليه هيباتيك اورتري مقفول. الصوره اللي حضرتها دكتور اشرف عمر جوه كويس وانا شايفه خلاص مقفول، دخلنا بيه قسطره اون سبوت على طول. اول ما دخلنا واحنا بنعدي المايكرو اللي هو الواير بس احنا معديين الترومبس دي معناها ايه؟ ان دي فيري فريترو يعني بالظبط اللي هو تقريبا دكتور اشرف اداله ظهره الارتري بقى ترومبوز. كل ما هنتاخر كل ما خلاص المشكله انتهى يعني فكره الحل انتهى. كان في الاول خالص بيقولوا اول اسبوع اي فاسكولار كومبليكيشن العين يتفتح على طول ده سيرج. بعد كده بداوا ان الهيباتيك ارتري لو في مشكله في اول اسبوع لا بنجرب الاول قسطره بندخل بيه قسطره الاول بس نبقى يعني نبقى كوشس جدا واحنا بنحقن اللي هو التشو التي بي اي نحقن قليل ويبقى بالظبط قبل ما بندخل بتبقى الجراحه العمليات جاهزه والدم جاهز وكل حاجه جاهزه وبنشوف نحقن بالراحه فتح معانا كنبها ما فتحش يعني قبل ما نزودش قوي لان العين ده هيتفتح. فطبعا لو احنا حاقنين تي بي اي كتير جدا هم هيخش جوه الجراحه يتبهدلوا بيه. حسام احد الاطباء اللي كانوا متواجدين معانا ان شاء الله متواجدين في الجوفه. ده طبعا احنا كنا عاملين سيليكشن للناس اللي بتقدمه بيزد على ان كل واحد يعني ليه تميز في حاجه معينه فاحنا يعني طبعا حسام كان من ضمن المجموعه دي اللي هم يعني في انترست في الحاجات الترانسبلانت عشان يعني الكلام ده ان احنا يعني كناس بتوع اشعه ما ينفعش نقعد نقرا سي تي ونقرا المقال ونشتغل في التاونت لا لازم يبقى في يعني في فرايت الكلام ده اعتقد ان انتوا اتفقتوا حتى لو انتوا مش مركزين قوي خلاص احنا يعني في بيت بالذات احنا خرجنا منها هو هيكمل معانا الانترا اوبراتيف هيكمل معانا بوست اوبراتيف وهيكمل معانا حاجات اخرى خلاص يعني برضه عشان انتوا كنتوا بتسالوه في الجزئيه دي هو كان بيسالني ابدا في ايه قلت له على الاقل الحاجات البيزك اللي هو البري اوبراتيف اسسمنت واتكلمنا بالراحه بس كده عشان ايه يعني في ناس كتير قوي مش ما عندهمش انترست طبعا حسام احد الناس اللي احنا اخترنا 10 ال 10 دول معظمهم يعني ناس متميزه في حاجات كثيره قوي في ناس بتشتغل في الايكوكارديوجرافي يعني محترفه فيه دي جزئيه احنا عايزين نضيفها عندنا في القسم احنا بدانا يعني معانا اشراق عاطف وفي حد برضه هيكمل معاها
العالجه الفكريه دي معانا. ده بالاضافه لردود الاشعه، في كذا واحد في ثلاثه اربعه من اللي اخترناهم ناس بيشتغلوا مين بالتربيه